بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق بسيون يوم الاثنين تبع محافظه الغربيه، ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 12/9/2022. وتعالوا نشوفوا اسعار الماعز بانواعه يا جماعه النهارده في سوق بسيون مع الناس المحترمين. صباح الخير يا معلم. نتعرفوا باسمك فايق؟ ابراهيم بكر. المعلم ابراهيم بكر من المحله وتجار المحله، الناس المحترمين الله يقويهم ويعينهم على اكل عيشهم. بسم الله ما شاء الله. دي بيور، دي بيور. اللهم صل على النبي. المعز العشر البيور يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك للمال واصحابه. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. ده عامله كام العشر ده يا معلم؟ دي ب 32. 32 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. دبابات الماعز النهارده يا جماعه في سوق. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. سوق بسيون يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الحاج نشا الله يبارك له يا حاج. بسم الله ما شاء الله. دي فرنساوي. فرنساوي البيضه دي؟ اللهم صل على النبي. 4050. وراها قد ايه خلف؟ وراها نتايه. نتايه دي 54 يا جماعه. 5400. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. طب دي ورا انتاي. ورا انتاي الدوره دي. بسم الله ما شاء الله. عامله كام؟ 2600. 2600 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عايزين الاسعار بمرد الله عشان لما حد يتواصل معاكم ما نطلعوش. بصراحه والله نطلعوا صادقين بس. ورا ده ورا ده. بسم الله ما شاء الله. تكارين اللي تحت دول. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. مربانين تحت ليه كده؟ اهم ب 3000 الشمس. بسم الله ما شاء الله. 3000. 3000 يا جماعه. راضه قرينه ايه النوع بتاعها يا معلم؟ اللهم صل عليك. دي عشر. دي شام ما شاء الله. شام عشر عامله 1000 ونص. بسم الله ما شاء الله. واللي جنبها شام عاد. شام ايه؟ شام عبد اسمر. بسم الله ما شاء الله. 25. 25 فاضيه ولا؟ لا عشر. عشر. اللهم صل على النبي. اللي جنبها ولد. اللي جنبها والدة بكاء 3000. ورا ذكر وانتهي. ذكر وانتهي يا جماعة ب 3000 اهي في المعزة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. والخلف اهو. الله أكبر. عمر قد إيه الخلف دي؟ يا عمر شهرين. شهرين. بسم الله ما شاء الله. شهرين من شهرين لشهرين ونص. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اتفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي. 3050. اه دمت لحم. ودول لحم. بسم الله ما شاء الله. الأنواع إيه طيب؟ دمت دمت بلدي. بلدي نتايات كلها؟ نتايات. نتايات لحم يا جماعه بلدي. بسم الله ما شاء الله. الواحده بكام؟ الواحده ب 35. 3000 مش كله. من 3000 ل 35. ما تسمينا واحده واحده كده. بكام دي؟ دي ب 27. ب 27 2700. دي ب 3000. ودي ب 3000. الله اكبر. دي ب 16. ودي ب 1616. اللهم صل على النبي. ودي ب 4000. دي ب 4000 يا جماعه. صلاه النبي عليه. يعني تقريبا ميزانها يجي قد ايه كده؟ ده 50 كيلو لحم. 50 كيلو. بسم الله ما شاء الله. اللي في ريحه دي؟ دي سعر 35. دولت بالسعر 3000 ونص يا جماعه. الثلاثه دول. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اتفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي. الماعز اللحم يا جماعه والوالد والعشر. بسم الله ما شاء الله. تجار المحله الناس المحترمين الله يبارك لهم ويصلح حالهم. طب ادينا الرقم يا معلمي. 010. 010. 9. 9. 6. 6. 6. 6. 8. 1. 8. 1. 7. 8. 4. 7. 8. 4. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابد ان شاء الله. شكرين يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. عرض جميل مع المعلم جمعه يا جماعه. الله اكبر على الماعز النهارده بجميع انواعه. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلم جمعه. صباح الفل يا معلم. نهارنا ابيض ان شاء الله. نهارنا زي العسل. قاعد فين يا عم جمعه؟ ان شاء الله قطور غربيه. قطور غربيه يعني لسه نهار تبسيون النهارده يا معلم. الله يبارك لك. الاسعار ايه والانواع يا عم جمعه النهارده؟ بسم الله. الاسعار رخيصه. بسم الله ما شاء الله. الاسعار مفيش بيع وشراء. الدنيا بايظه والله. انا واقف والله. الله يبارك لك يا حاج جمعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نوعهم ايه يا عم جمعه دول؟ دولت يا باشا ربيعتين شام بيور. شام بيور بيقول عليهم خليط قبرصي. اي بس هم شام بيور. شام بيور جواز. تصرين جواز. بسم الله ما شاء الله. على وش عشر. على وش عشر. الله يبارك لك. دول من اجمل السلالات. دول احنا بندخلهم على جدي قبرصي بيجيبوا خليط قبرصي عالي. خليط قبرصي عالي. الله يبارك لك. دول من اجود انواع الماعز اللي موجوده. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. بنقول لحضرتك برضو ده خروف عساف. عساف. بسم الله ما شاء الله على الخروف يا جماعه. ده خروف عساف. الله اكبر. خروف بسم الله ما شاء الله. خروف ذكر يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الحب بتاعه زي ما انتم شايفين واللية ما فيش ليه اهيت. دي اللي مؤاخذه زي دي الكلبه. والله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. قصر جوز. قصر جوز. الله يبارك لك عم جمعه.
ده كسر جوز بسم الله ما شاء الله. ده خروف بيوصل حجمه من 150 ل 160 كيلو. من 150 ل 160 كيلو. 160 كيلو. الله يبارك لك. ومن اجود انواع اللحوم اللي مبقاش موجود فيها دهون. الله يبارك لك عم جمعة بسم الله ما شاء الله. اللي مستورده. مستورده يعني نادره في مصر. نادره في مصر. الله يبارك لك. هنا يعني اعداد قليله. الاعداد قليله فعلا الله يبارك لك. قليله. عامل كام والله عم جمعة؟ ان شاء الله ده مطلوب فيه 7000 ونص. 7000 ونص يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الوجه الجميل اهو بسم الله ما شاء الله. يعني كان في قرونه منقطعت ولا ايه بقى؟ لا يا باشا هو كده بطبيعته. هو بطبيعته كده بسم الله ما شاء الله. هو بطبيعته كده. ده العساف البيور الاصلي. العساف البيور الاصلي بسم الله ما شاء الله. الله يبارك له. اللهم صل على النبي. ليا ما فيش يا جماعه طبعا ما فيهوش دهن يا عم جمع. ولا في اي جرام دهنه. الله يبارك له. لان مستحب جو الخروف العساف في الذبيح لان لحمه ما فيش دهن. الله يبارك له. واحلى لحم يبقى 10 10. يعني موجود منه على طول لو حد عايز حاجه؟ موجود منه يا باشا عندي. بس خفيف برضه مش هو يعني. موجود خفيف بنسبه معينه بس احنا ان شاء الله بنجيبه. بتجيبه يعني. الله يبارك لك عم جمع. انواع الماعز. الله يبارك لك. الخرايط والبور موجوده عندنا باذن الله. والمعيز اللحم. والمعيز اللحم بسم الله ما شاء الله. المعيز اللحم اسعارهم تتراوح جنب ال 3000. جنب ال 3000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. دي حوالي زي 25 كيلو. 25 كيلو قايم كده. لا 25 لحمه. صافي. يعني قايم كده بتيجي قد ايه يا جماعه؟ كده تعمل لها حوالي زي 40 38. 40 38 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. يعني الواحده من دول ب 3000. الواحده من دول ب 3000. ربنا يوفقك. الله يبارك له. صباحك ابيض يا حاج. انت بتشتري من حاج جمعه؟ لا ده انا اخوه. اخوه على راسنا من فوق يا حاج. بس من المره القديمه. الله يبارك لك يا حاج. حاج رجب اخويا الكبير. على راسنا من فوق يا عم جمعه. ان شاء الله احنا اخوات في الخير باذن الله. ان شاء الله. وده برضه جدي لحم عامل 5500. جدي لحم 5500 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. من 30 ل 35 كيلو لحم. من 30 ل 35 جايم ولا صافي يا عم جمال؟ لا لحمة. 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 طب جايم كده بيعمل كام؟ 50 52. بسم الله ما شاء الله. وديت معزه فرنساوي. معزه فرنساوي بسم الله ما شاء الله. كسره 6 سنات. كسره 6 سنات يا جماعه. الله بعون الله يعني في الجنيه بتجيب سلالات وبتجيب لبن بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. عندك كام يا عم جمال؟ الله يبارك لك. ان شاء الله ما شاء الله. احنا مطلوب فيها 35 100. 35 3000 ونص للمربي وللجاني. الله يبارك لك. عشان لما يجي يرد عليك تاني في البيعه وتاخدها لا هو يبقى متضرر ولا انت متضرر. صح. تشتروها برضو تاني عادي. تشتريها عادي لان انت بتتداول كانك بتتداول في السوق. الله يبارك لك يا عم جمال. ما بتتداولش في بيوت وتقول في النازه ب 20000 و15000 والكلام ده. انت بتبيعها في السوق ب 35 100. لو ربنا كرمك وعشرت النازه ديت وولد الجوز ربنا يكرمك وتبيع النازه ب 45 ب 5000 ب 55. الله يبارك. ربنا يبارك لك. معاك اجود وانواع السلالات اللي موجوده. وبرضه احنا بنقول للساده المشاهدين ادي العيش لخبازه لو كان نصه. الله يبارك لك يا عم جمعه. طبعا ايه. الله يبارك لك. ديت حاجات موجوده. الله يبارك لك ويستحق لك يا عم جمعه. عرض مبدئي كده. عرض مبدئي يعني موجود عندك برضو؟ يا باشا موجود عندي جميع السلالات وجميع الانواع اللي انت عايزها. الله يبارك لك يا عم جمعه. طب ادينا الرقم. الرقم بتاعي هي 0 100 0 100 47 26 26 291 291. الله يبارك لك حاج جمعه. كل المطلوب فيه 7000 ونص ده مش ياما يعني يا عم جمعه؟ لا مش ياما. ده انت لو طلعت بره في التعامل الخارجي اللي هو بره في البيوت او في المزارع اي بيطلبوا فيه 9000 و9000 ونص. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله على الخروف يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. ده وزنه حوالي من 75 كيلو. وزنه من 70 ل 75. الله يبارك. ده بوصل حجمه 150 160 مرتاح في خلال 4 اشهر. يعني عمره قد ايه دلوقتي حاليا؟ عمره دلوقتي يا دوبك ما يقارب دخوله على السنه. داخل على سنه. ايوه. لما يوصل سنتين عمره بيعدي في الوزن يوصل طبعا. يوصل سنتين يكسر 4 سنات يعدي موازينه من 150 ل 160 كيلو. الله يبارك لك يا عم جمعه. ونسبه اللحم فيه بتبقى 90% لحمه حمراء ما فيهاش دهون. ما فيهاش دهون. الله يبارك لك يا عم جمعه. اجعل صباعك ابيض. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. وانت طيب يا غالي. صباعك ابيض ان شاء الله. الله يبارك لك. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله.